لكن فاتحة السورة نفسها ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبتلي الله جل وعلا عباده، ولا بد من الابتلاء والافتتان لكل أحد، لكن الابتلاء والافتتان يزداد ويعظم كلما أراد الله بعبد خيرا أو أراد الله إقامة الحج عليه فيبتلى. فإذا أراد الله أن يهيئ عبدا ما لأمر عظيم ابتلاه بفتن شتى، فتراه يتمحص يمحصه الله منها، أي يجعله أهلا لما هو أعلى، ثم ما يزال يبتلى 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 حتى ينال ما دونه العطب كما تقول العرب في أشعارها. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابتلوا بالعطاء في يوم بدر، وابتلوا بالكلم والجرح والقرح في يوم أحد، فشكروا الله على النصر في يوم بدر وصبروا على ما وقع عليهم يوم أحد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فلما أحسنوا الصنيعة في الحالتين ملكهم الله عز وجل عقاب من حولهم حتى دخلوا مكة يوم الفتح آمنين مطمئنين رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا على مستوى الأمم، وكذلك على مستوى الأفراد. فإن على مستوى الأفراد لا يظنن أحد أنه سينجو، لك في مريم، لك في يوسف، لك في يونس، لك في أيوب، لك في غيرهم من الأنبياء أسوة وقدوة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الجنة درجة عالية، الصعود إليها يتطلب ما يتطلب، يجد الإنسان من البلاء والفتنة، لكن الإنسان يستعين من الدعاء النافع في مثل هذه الأحوال أن يقول العبد: اللهم لك الحمد وعليك البلاغ وأنت المستعان. اللهم لك الحمد وعليك البلاغ وأنت المستعان.